واصل قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهوريه لتحديد مستحق الافراج بالعفو عن باقي مده العقوبه. وقد انتهت اعمال اللجان لانطباق القرار على 406 نزلاء ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. جاء هذا استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهوريه الصادر بشان الافراج بالعفو عن باقي مده العقوبه بالنسبه لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2018.